السلام عليكم، معكم الشاف صلاح الباتني. اليوم راح ندير لكم وصفه لاباتيسري او ما يعرف بليترونش، راح نديرها لكم بذوق الليمون. هذا الفيديو هذا راح يكون فيه اسرار نجاح لا جينواز. راح ندير لكم ايضا كريمه فيه تاع اللي راح نحشي بها ليترونش تاعنا تكون بذوق الليمون بطريقه اخرى، وراح ندير لكم ايضا كريمه اخرى اللي راح نديرها كطبقه اولى لتزيين هذا ليترونش بذوق الليمون. خلينا نمر لطريقه التحضير وما هي المقادير اللي نحتاجها في هذه الوصفه. بدايه راح نبدا لكم انايا بلاجينواز. واش نحتاج في لاجينواز؟ انا من قبل او سبق ودرت لكم لاجينواز، ولكن هذه هي الوصفه اللي راح تعتمدوها، يعني وصفه سهله وبسيطه اي انسان يقدر يستعملها. عندي لهنا ربع حبات بيض، كما راكم تشوفوا ربع حبات بيض يكونوا متوسطين الحجم. انا نعتمد لهنا في كل بيضه ندير 30 غرام سواء من السكر او من الفارينه. اذا بما اننا عندي ربع بيضات نضربوا كما نقولوا حنايا ضرب ثلاثه ربعه في 30 راح يجيك 120 غرام، سواء 120 غرام في السكر و 120 في الفارينه. ربع بيضات لهنا، انا ماني راح ندير لا ملح لا خميره لا والو. عندي لهنا قشور الليمون راح نديرهم كمنكه برك لاجينواز. خلينا نمر لطريقه التحضير. واش راح ندير؟ اذا كما راكم تشوفوا كسرت حبات البيض. انا لهنا للامانه برك راني درت قرصه ملح، لي مال في دير الملح يدير، لي موش مال في ميش مش كل ما تخافوش نهائيا. يعني ايضا الملح يقولوا من اسرار نجاح لاجينواز، نتوما اذا حبيتوا ديروا قرصه ملح ديروا، ما حبيتوش ميش مش كل. عندي لهنا كما قلت لكم 120 غرام نتاع سكر، كل حبه بيض نديرها 30 غرام هكا، وراح نخلط حتى يعني نتحصل على قوام كريمي وابيض. اذا دركا كما راكم تشوفوا تحصلت على قوام كريمي يكون اللون تاعو ابيض مائل للاصفر شويه. لهنا واش راح ندير؟ قبل ما نضيف الفارينه ندير قشور هذا او زاز تاع سيترون، قشور الليمون. لهنا كما قلت لكم نديرو غير الطبقه الاولى صفراء، ما نديروش البيضه باش ما يجيناش مر. دركا لهنا عندي الفارينه، على بالي راح تقولوا بلي راهو نسى الخميره، انا اللي ما نسيتش الخميره. الخميره وقتها نديرها كي نبغى نخدم بسكويرولي، ندير ملعقه صغيره نضيفها تاع ملعقه قهوه خميره. لهنا هذو يعني اسرار برك نجاح لاجينواز باش ما نساوش. دوكا واش راح ندير؟ راح نبدا نضيف الفرينه بالتدريج ولازم نغربلها. نبدا بسم الله يعني كما قلت لكم بالتدريج لهنا. اذا اعتذر الفيديو ما على باليش على واش تقص. كما قلت لكم انا اللي هنا راهو زدت ضفت ثلث مغارف تاع فرينه، بقات الكميه الثالثه يعني راني درتها هذيك الكميه تاع 120 غرام درتها على ثلاث مرات. هذه هي الاخرى كما قلت لكم باش تنجح لكم لازم تخلطوا من الفوق للتحت غير بالعقل هكا. دوكا راح نكمل نخلط غير بالعقل من الفوق للتحت، ندور هكا ونزيد من الفوق لتحت. يعني هذا راهم من اسرار نجاح لاجينواز. دوكا راح نكملها حتى تتجانس الفرينه مع الخليط ونرجع لكم. لهنا البلاطو تاعي راهو 40 على 30، هذا بالنسبه للمقياس. كما راكم تشوفوا غلفتو بالبابي دو كويسون او ورق الطهي، وراح ندير هذاك الخليط كامل فيه، ودوكا راح نحاول نمشيه على كامل القاعده نتاع لو بلاطو تاعنا. دركا راح نخلطها هكا كما راكم تشوفوا الهواء راه يخرج منها. خبطها مليح. الفرن تاعي راني شعلته على 180 درجه، راح نفوتها للفرن طيب، وراح نمر معكم الوقت اللي هي راهي طيب في الفرن. انا راح نمر معكم في تحضير الكريمه اللي راح نديرها الحشوه. دركا راح نمر لطريقة التحضير تاع الكريمة اللي راح نديرها الحشوة. عندي لهنا لاكرام فراش، لاكرام السائلة كما راكم تشوفوا، هذه راهي تصلح للكاطو يعني للحلوى وللحلو والمالح. إذا ما عندكمش هذه الكريمة تقدروا تخدموا بلاكرام في شونتيي، يعني غبرة شونتيي، ديروه كاس شونتيي مع كاس حليب وتزيدوا ديروا لها الفلون. عندي لهنا الفلون نوره، هذا راهي النكهه خرج جديده، نكهه الليمون بزاف رائعه الذوق تاعها والرائحه تاعها تقول تاع لاكريم هذيك اللي ناكلوها في الصيف كريبوني. وعندي لهنا ثلاث ملاعق تاع السكر. راح نبدا في التحضير.
نحكم لاكرام السائله تاعي. انا لهنا راني استعملت لاكرام سائله، ما استعملتش لاكرام ايباس، لانه كاين فرق. هذه لاكرام فريش سائله، والاخرى لاكرام ايباس هي يعني تجي كي ياورت، ماشي اللي تجي كي ياورت، هذه لازم سائله. واش راح ندير لهنا؟ لهنا برك راني نسيت، يعني السعه تاعها راهي 200 مليلتر، ولا تلقاو 20 سنتيلتر، يعني راهم كيف كيف، راهو غير تحويل برك. هذه كما قلت لكم تقدروا الساعة نطلعها شويه بالباتور وحدها، كما ايضا تقدروا تستعملوا لاكرام شونتي. لهنا طلعتها انا غير شويه، الذوق تاعها راهو ما هو ملح ما هو حلو، يعني تصلح للملح والحلو. هذه النوعيه هوبلا هي احسن نوعيه. ندير الفلون نواره نكهه الليمون، الغرام تاعها 50 غرام، وراح نخلط قبل ما نضيف السكر. انا السكر درت 3 مغارف كبار، ولكن راح ندير بالمغرف ونذوق، لانه ما حبيتهاش تجي بزاف حلوه. دوك نفهمكم علاش. لهنا راح نضيف لها السكر كلاصي. علاش قلت لكم انا بلي مانيش راح نضيف السكر كامل، راح ندير مغرف ونص، لانه الفلون تاعي ايضا راهو حلو، والكريمه اللي راح نديرها من فوق ايضا حلوه، باش ما يجينيش الكاطو تاعو حلو بزاف. انا ذقتها ما جاتنيش حلوه بزاف، راح نكمل ملعقه ونصف هذيك اللي بقاولي. اذا انا لهنا استعملت 3 ملاعق. اذا هذا هو القوام تاعها، شوفوا القوام تاعها راهو كريمي. انا لهنا والله ننصحكم بهذا الفلون هذا، في هذا الكريمات هذو راهو يجي بزاف مليح، لانه انا اكتشفته مؤخرا بنكهه الليمون بزاف بنين. ننصحكم بهذا الفلون هذا. انا دوكا واش راح ندير؟ راح نفوتها للثلاجه للمجمد. في الثلاجه ايضا راح تزيد تحكم روحها احسن واحسن. واذا كما قلت لكم اذا ما عندكمش لاكرام فراش، يعني تقدروا تستعملوا الغبره الشونتيه، راح تعطيكم ايضا نتيجه رائعه. دوك نفوتها للثلاجه وراح نمر معكم، يعني نستنى حتى نطيب لي لاجينواز تاعي ونكمل معكم الوصفه تاع نهار اليوم. اذا كما راكم تشوفوا لاجينواز تاعي راهي طابت. دوكا واش راح ندير؟ راح نجيب الموس نحيلها منا هذا الزوائد برك، كما راكم تشوفوا هكا نحيها بهذه الطريقه وهي سخونه. نحي هذا البابي لانه كون نخليه يعني ما تخليوش يبرد باش ما كلاه تلصق لكم. هكا نحي لها هذا البابي دو كويسون هذا، يعني تقدروا تخليوها تبرد، ولكن انا ما نحبش باش ما كلاه تبزد لكم ولا ومن بعد تحصلوا معاها. هكا غير بالعقل كي تخدموا ديما سميو البسمله في فمكم باش تصلح لكم الوصفه تاعكم. دوك انا هذه كما قلت لكم لهنا 40، راح نحاول نقسمها، نحسب بالمسطره وراح نقسمها الى 3 اطراف. انا هذه هي الطريقه اللي نعتمدها ديما، ها هي المسطره تاعي اللي ما نخدم بها. قلنا 40 يعني نخدموا 33 33 13 13 عفوا مش 33 13 لهنا، ونبدا نخدم هكا نزيد لهنا 13 وحده اخرى هكا بنفس الطريقه. هذه هي شوفوا قد ما السمك تاعها. دوكا نحطهم هكا ونغطيهم حتى تبرد لي شويه لاكرام ونرجع لكم. اذا دركا راني جبت بلاطو هذا اللي راكم تشوفوا فيه، انا بلاطو لي تاع يعني تاع قهوه، راني قلبته وراني نقيته. دوكا واش راح ندير؟ راح نجيب الجينواز تاعنا اللي خدمناها مع بعض، نجيب الطرف الاول بسم الله بهذا الشكل. عندي لهنا الشربات خدمتهم بفنجان سكر وزوج فناجل ماء، عندي ايضا ذوق الليمون انا بعد ما طاب باش ندير لهم ذوق الليمون. كيف خدمتها؟ نخليها حتى تغلي، نحسب لها 10 دقائق ونطفي عليها. كما راكم تشوفوا درت لها ذوق الليمون ونخلطها
دوكا راح نبدا نسقيها، ما تسقيوهاش بزاف باش ما كيما نقولوا العجينه تاعكم ما تجيش شاربه بزاف. قبل هذا الشيء انا لسه عندي لاكرام تاعي هنا باش من بعدا ما تلصقليش الحبه لتحت بهذا الشكل هكا، ونكمل نسقيها. لهنا راني سقيتها المره الاولى، دوكا راح ندير الكريمه نحاول نمشيها بسم الله بهذا الشكل، نحاول نمشيها على كامل الطبقه الاولى. لهنا راح نزيد ندير الطبقه الثانيه بهذا الشكل، نحاول نعدلها وراح ندير لها الكريمه. قبل الكريمه سنشربها يعني بنفس الطريقه، نشربها كما شربت الاولى ولكن ما نكثرش. دركا نديرو الطبقه الثالثه، حاولوا نحكموها مليح، حاولوا تضغطوا شويه عليها ماشي بزاف بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. دركا بعد ما درت الطبقه الثالثه راح نزيد نشربها وندير لها الكريمه. اذا شوفوا كيفاش خدمتها انا لهنا، يعني باش نفهمكم برك انا لهنا راني نحيت الحواشي، يعني نتوما تقدروا حتى نديروا الكريمه اللي مازال ما وجدتهاش معاكم ومن بعد تقطعوا الحواشي، ولكن انا راح خدمت هكا. دوكا راح نحطها في المجمد حتى نتحكم روحها مليح، ومن بعد راح الوقت هي اللي تبرد انا راح نخدم معاكم الكريمه اللي راح نديرها من الفوق. دوكا راح نمر معاكم طريقه الكريمه اللي راح نديرها كغلاساج لي طرونش تاعنا. لهنا كما راكم تشوفون عندي زوج صفار بيض، وعندي لهنا عصير حبه ليمون، وراح نزيد نجيب 3 معالق نتاع سكر عادي، سكر هذا الحرش، راح نخلطهم مليح بالفوي كيما قلتلكم نخلطها مليح. انا لهنا للامانه راني زدت الذوق تاع الليمون شويه برك، وعندي حوالي 40 غرام نتاع زبده، راح نحطها على النار حتى نذوب، او عفوا حتى تعقد لي ونرجع لكم. ايضا كما راكم تشوفوا الكريمه تاعي بعد ما طابت انا دوك راح نبدلها الكاسرونه، راح نحطها في صحنه هكا صغيره ونخليها حتى تبرد، لانه ما نقدرش نحطها على الكاطو كما تعرفوا الكاطو فوق الكريمه. كي راح نديرها راح تذوب، نخليها هسه شويه تبرد ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله كيفاش راح نديروا الدريساج نتاع الكاطو تاعنا. اذا دركا كما راكم تشوفوا الكريمه تاعي راني خليتها بردت شويه، يعني مازالت شويه سخونه ما خليتهاش تبرد، لانه اذا خليتوها تبرد بزاف راح يعني راح تكواغولا. انا راح نديرها هكا ونحاول نمشي غير بالعقل حتى نغطي كامل الوجه كما راكم تلاحظوا. وكان هنا واش عندي، عندي الكراميل هذا ليكيد اللي نلقاه مع الفلون تاع رابحه، انا هذه استعملتها من قبل، استعملت نصها وخليتها. دوكا راح نديرها خطوط، تقدروا ديروا نتوما الشيكولا ولا تخدموا الكراميل للتزيين. راح ندير خطوط خطوط بهذا الشكل، نجيب الكوردون ونبدا ندير في خطوط، تكون الاولى تكون هكا ومن بعد الثانيه راح نديرها عكس الاولى بهذا الشكل، نمسح دائما الكوردون باش ما يخمجليش بهذا الشكل، ونزيد الاخيره. دوكا نرجع العكس بهذا الشكل، شوفوا كيفاش تجي بزاف مليحه. هذه هي، دوكا راح نحاول نقطعها معاكم ونحطها في صحن التقديم وندير لها تزيين بسيط. اذا بعد ما بردت لي الكيكه تاعي وبرد هذا الكلاصاج لهنا، دوكا راح نبدا نقسم الحبات تاعي. كاين اللي يحبهم يجيو في الطول، وكاين اللي تلقاهم كاريات، انا راح نديرهم كاريات باش يعني تجيني الكميه شويه كبيره. راح نحسب اللي هنا عندي 13، راح ندير 6.5 في الطول كما قلت لكم، 6.5 يعني هنايا في هذه الجهه بهذا الشكل. راح نقسمها هكا ونرجع لكم. بعد ما قسمتها
بهذا الطول دوكا راح نعاود نحسب لهنا عندي حوالي 25 27 عندي 27 راح نقسم 6 6 6 يعني راح ندير 6 سنتيمتر في كل حبة باش يجوني كيف كيف نزيد نقسمهم ونرجع لكم بعد ما قسمت راح نزيد نقسم معاكم وتشوفوني بسم الله يعني بهذا الشكل شوفوا كيفاش جات الحبة تاعنا نزيد بهذا الشكل هذه هي راح نعطي لكم الحبة كيفاش جات شوفوا الحبة كيفاش جات تاع القاطو تاعنا انا دوكا راح نكمل لها التزيين ونحطها في الكارت تاعها ونرجع لكم اذا كما راكم تشوفوا وصفة اليوم اللي هي لي ترونش او باتيسري بذوق الليمون درتها لكم شوفوا التزيين النهائي تاعها درت لكم دي بتي روزاس عفوا لهنا بالكريمة اللي حشيت بها القاطو تاعي ودرت دي ترونش تاع القارص اذا عجبتكم لا فيديو تاعنا اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جام وتكومونتيو لي اسفل لا فيديو واذا عجبتكم قناتي عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد تاعي حبيت برك نقول لكم حاجه الناس او المشتركين تاعي لي يعني جربوا الوصفات تاعي ويطبقوهم نتمنى منكم تبعثوا لي التطبيقات تاعكم في الروابط اللي خليها لكم في اول تعليق سواء في المجموعه او في الصفحه او في الانستغرام يعني الروابط اللي نخليها لكم في اول تعليق من تحت الفيديو هذه هي ما بقى لي ان اقول لكم تاكلوها بالصحه والراحه نتلاقاو في عدد اخر سلام